شايف تجربة حزب السلفيين. هو الحقيقة يعني أنا طبعا يعني خليني أكون واضح تماما في هذا الموضوع، لأنه بالتأكيد إحنا ضد تماما أن يكون هناك حزب قائم على أساس دين. والحقيقة أنه تم رفع أكثر من قضية أمام القضاء الإداري خاصة بحزب النور بالذات، لأنه هو الحزب اللي صمد وفضل موجود في خلال عنده 11 نائب ممثلين لحزب النور في مجلس النواب، ولكن الحقيقة القضاء لم يحكم ضد حزب النور، لأنه القضاء بيحكم بما في اللوائح الحزب، وحزب النور لائحته ده كما يعني نصت حكم المحكمة انه ما فيش نص بيقول ان هم حزب ديني او قائم على اساس ديني. يعني هل بقى حضرتك مصدق ده او انا مصدق ده او اي حد مصدق ده؟ للاسف الشديد هكذا تقول الاوراق. حضرتك شايف الاندماجات السياسيه والانتماءات السياسيه خلال الفتره السابقه والحاليه، وخاصه احنا كنت انا سالت معالي النائب سلام الجوهري لماذا لا يتم اسقاط عضويه الناس اللي هي غيرت الصفه الحزبيه بتاعتها؟ يعني لانه هو الحقيقه اللي هو سلام رد الرد الدبلوماسي لا خالص، الرد الواضح الصريح لانه ما حدش غير بشكل رسمي. يعني ما حدش جه قدم استقالته للحزب المنتمي اليه. على فكره دي مش مساله كانت خاصه بحزب المصريين الاحرار فقط، ولكن العديد من الاعضاء والعديد من المنتمين لعده احزاب يعني. ما حدش قدم استقالته وعمل استماره انضمام لحزب اخر، فبالتالي ليس هناك وثيقه رسميه بتقول انه النائب الفلاني ترك حزبه واصبح ينتمي لحزب اخر. في اتهامات لحزب مستقبل الوطن بالاستعانه ببعض اعضاء او نواب سابقين في الحزب الوطني، وان هو النهارده حزب مستقبل الوطن بيفرغ باقي الاحزاب من كوادر.